خلينا نروح للنني. النني برضو بيتعرض دائما لمواقف صعبه جدا. بالظبط. مع بدايه كاس الامم الافريقيه كان هناك هجوم شديد، هو لم يكن جيد، خلينا نتكلم فنيا هو ما كانش كويس، وده طبيعي على فكره ما بيحصل يعني. ولكن الكواليتي بتاع النني خلاه ياخد افضل لاعب في مباراتين بعد كده من افضل واهم واصعب المباريات، وبالتالي وصل للتشكيله الاحسن تشكيل في افريقيا بعد كاس الامم يعني. نعم. في النهايه التشكيل بتاع كاس الامم كان فيه النني. لكن خلينا نقول ان يعني يا كابتن اسلام زي ما قلت فعلا ان هي البدايه كانت ما كانتش كويسه للمنتخب كله. بالظبط. وكان فعلا المنتخب والجهاز الفني يستحق ان هم الناس تنقد، لكن احنا بنتكلم في نقطه معينه، نقطه النني، ان النقد بتاع النني كان نقد لازع جدا، كان نقد مش بناء، فكان في هجوم غير مبرر، ودي مش من كاس الامم الافريقيه، لا دي كانت من قبل كده برضه، لكن وفي ناس بعينها كانت بتهاجم النني. فاحنا كنا بنتكلم للناس دي ليه؟ لو حد عايز ينقد يقول والله انت عندك 1 2 3 عشان يستفيد، لكن هم كانوا مجرد نقد ومجرد هجوم. لكن هو النني كل المواقف اللي تعرض لها للهجوم، لكن هو ما كانش، كان دايما يقول انا سايب كل حاجه على ربنا وبشتغل وبرد في الملعب. هو ده اللي حصل في كاس الامم الافريقيه، ان هو رد في الملعب الحمد لله، عمل مستوى رائع، ان النتيجه في النهايه ان هو يكون من التشكيله الاساسيه لكاس الامم الافريقيه. الصحف الانجليزيه بتتكلم على النني ازاي في ظل ان النني في مباريات كثيره ما بيلعبهاش مع الارسنال. هو النني كل الناس بتحبه سواء جوه الملعب او بره الملعب. أوكي. حتى ارتيتا يعني راجل بيحبه جدا، لان هو لعب معاه يعني. ارتيتا اول ما النني جه ارسنال كان ارتيتا يعني بيخلص كوره، فهو لعب معاه وعارفه كويس جدا. حتى كان في حاجه ان اما النني راح اعاره لبشكتاش وادى اداء رائع مع بشكتاش، اما رجع كان لسه برده مش في حسابات ارتيتا، لكن مجهوده في الملعب، اداؤه، لعب كام مباراه وديه واحرز اهداف، قال له انت معايا، ودلوقتي لما بيحتاجه بيلعبه. لكن انا شايف ان النني لعيب كويس جدا ومفيد لاي مدرب، حتى ده جوه الملعب. وبره الملعب يعني مش عايز اقول لك يا اسلام يعني النني ده الناس بتحبه قد ايه. في ارسنال من اصغر واحد لاكبر واحد. ليه؟ لان هو شخصيه جميله جدا، دايما يعني بيبث الروح الايجابيه مع الناس، دايما بيهزر بيضحك. سواء موضوع عدم لعبه ده يعني، انا سمعته برضو مع ميدو الحقيقه في الانترفيو اللي عمله، كان بيتكلم على اوضه اللبس ان هو له دور كبير. هل بالفعل كله بيتكلم، كل المدربين بيتكلموا، حتى المدرب اكتر المدرب انني ما لعبش معاه إيمري كان بيحبه جدا. حتى كان بيقعد يعني في البريمير ليج لما يكون حد عايز يتكلم مع المدرب بياخد معاه ميعاد ان هو يقعد يتكلم معاه. إيمري هو اللي كان بيطلب من النني ان يقعد يتكلم معاه ويقول له انت ماشي يعني، في معناه ان انت ماشي معايا كويس وان شاء الله هيكون ليك دور معاه، بس ساعات ما كانش بيلعبه. لكن هو النني يعني بخصوص اوضه اللبس ده فحاجه اساسيه، بالاضافه لان هو لما بيشارك مع ارسنال بيأدي اداء كويس. النني شخصيه جميله جدا يعني، من احب الناس لقلبي هو وتريزيجيه كمان يعني. طبعا انا اتكلم تريزيجيه ده اصله قصه ثانيه بالنسبه لنا كمان كاهلاويه، قصه ثانيه تريزيجيه. لكن نرجع لمحمد صلاح، بالنسبه للشركه عندكم، هو اعتقد ان صلاح اعلى مبيعات. اعلى مبيعات، انا يعني انا بقى راجل شغال وعارف الحاجات دي كلها، ان فعلا اعلى مبيعات برنت على التيشيرت بتاع ليفربول هو محمد صلاح. طبعا ده اعلى حاجه يعني. مثلا في ناس بتطلب ساديو ماني، في ناس بتطلب فان دايك، في ناس بتطلب ارنولد، اليسون، لكن هو صلاح هو اعلى حاجه. أعلى فرق كبير ولا؟ فرق كبير جدا، فرق كبير جدا، فرق كبير جدا. يعني لو احنا بنبيع مثلا ليفربول 100 تيشيرت هتلاقي مثلا انهم 60 لصلاح. ياه فعلا يعني. وال 40 موزعين على بقيه اللاعبين؟ على بقيه اللاعبين، ان صلاح يعني حتى احنا لما بنيجي نعرض ان احنا يعني بنعرف الناس ان في برنت ان احنا بنطبع ده، فبنحط تيشيرت وعليه مو صلاح. بس عشان الناس تخش تعمل على طول.